خرجوا عمو بعضا من عند الحواس. بهذه الكلمات المثخنة بالألم تناشد هذه الطفلة، ومن خلفها رابطة أمهات المختطفين، سرعة الإفراج عن ذويهن القابعين في سجون الميليشيا منذ أكثر من عامين. هذه الوقفة التضامنية مع أسرة المختطف السياسي محمد قحطان دعت من أمام مبنى الصليب الأحمر في صنعاء المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني إلى ضرورة الضغط على الميليشيا للإفراج عن ذويهن المختطفين والمخفيين قسراً، دعوة لا زالت تراوح مكانها منذ أكثر من عامين بعد رفض الميليشيا الكشف عن مصيرهم أو السماح بزيارتهم أو معرفة أماكن احتجازهم. في مشهد لا يكرس صلف الميليشيا في التعامل مع المختطفين وذويهم، بل يزيد من حالة الغموض التي تكتلف مصيرهم. أبويا مختطف أريد أن تفرجوا عنه، صديقتي أبوها مختطف أريد أن تفرجوا عنه. أربع وقفات متزامنة في عدن وصنعاء والحديدة ومأرب ناشدت جميعها المنظمات الدولية تجاوز حالة الصمت التي تلازمها، داعية إياها لبذل واجبها المهني والإنساني تجاه قضايا المختطفين والمخفيين قسرا. دعت المحتجات في ختام وقفتهن إلى جعل يوم 5 أبريل من كل عام يوم المختطف اليمني، في تعبير رمزي لقيمة حرية الإنسان ورفض كل أشكال التعدي عليه من قبل الميليشيا.